السيسي لإثيوبيا وللعالم كله مياه مصر لن تقل. وهام وعاجل يوتيوبر مصري يكشف حجم أرباحه الشهرية من يوتيوب. وعاجل تفاصيل استقالة وزير إثيوبيا بسبب جرائم أبي أحمد في تجريه. وهل ستتأثر مصر بقرار تركيا خفض الفائدة؟ ننشر التفاصيل. وعاجل تفاصيل قيام مصر بالتعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة. وعاجل تفاصيل قيام مصر باستلام 3 شهادات من موسوعة جينيس. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. والسيسي لإثيوبيا وللعالم كله مياه مصر لن تقل. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مياه الدولة المصرية لن تقل. أشار إلى أن الدولة تسعى لتحسين استخدام المياه. معنى أن الرئيس السيسي قال أن مياه مصر لن تقل، معناه أن يعني السعة اللي بتجيلنا من إثيوبيا، سعة المياه التي تأتي من إثيوبيا إلى مصر لن تقل، وهي 55 مليار متر مكعب. يعني أن مصر ستدافع عن حقها مهما كلف الأمر. هذا كان معنى كلمة الرئيس السيسي. الرئيس السيسي قال إن الدولة المصرية تسعى لتقليل فائض المياه. متابعا، المياه عزيزة علينا، حجم المياه اللي بيجيلنا مش كتير ومش هيتغير إلا من خلال تحسين استخدام هذه المياه. الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة بحر البقر: ليه رد فعلنا قوي وجريء؟ وبصراحة يعني تبطين الترع أكتر من 50 مليار جنيه، والمشروع كله الخاص بتبطين الترع يتكلف حوالي 80 مليار جنيه. الدكتور مصطفى مدبولي بيقول لي 140 مليار جنيه لتحسين استخدام المياه، طب بنعملهم ليه؟ والدولة كانت ماشية 20 و30 سنة بنفس النظام، والترع بقالها 200 سنة، طب ليه؟ وندفع 80 مليار جنيه لتبطين الترع اللي شغالين في القطاع عددهم كبير جدا، وده أمن قومي. المحاصيل التي تنتج في مصر يا إما تكفينا يا إما نستورد من بره، وده عبء على مواردنا. الرئيس السيسي تابع وقال: لما يحصل تعدي على أرض زراعية أو طبور على أرض زراعية نتيجة نقص المياه، ونقص المياه هنا مش إن المياه اللي مقرر ليا هتقل، لا، ميتنا مفيش كلام فيها، نحن نسعى لتحسين جودة وكفاءة نظم الري. المصدر معانا كمل اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. معنى كلمة الرئيس السيسي أن مياه مصر لن تقل، ولن يجرؤ أحد على أن يمس مياه النيل القادمة لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وهام وعاجل يوتيوبر مصري يكشف حجم أرباحه الشهرية من يوتيوب. كشف اليوتيوبر المصري حمدي صاحب قناة حمدي وفاء على يوتيوب عن حجم الأرباح التي يحصل عليها شهريا عند تصوير وعرض الفيديوهات على هذا الموقع. وقال حمدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على MBC مصر: أي صاحب صفحة محتوى يرفع فيديو على يوتيوب ثم يضع عليه إعلانات ويوتيوب يعطي صاحب المحتوى نسبة أرباح. وأضاف اليوتيوبرز يصلون لشريحة كبيرة من المجتمع ويؤثرون في الكثيرين، ونرحب بفرض ضرائب على اليوتيوبرز. وتابع: أنا لو بكسب أرباح ضخمة من اليوتيوب ما كنتش هفتح مطعم خاص يوفر مصدر رزق لنا. أضاف: الفيديو الواحد ممكن يحقق أرباح من 5 ل10 آلاف جنيه. ومن جهتها قالت زوجته وفاء: كل محتوى له تكلفة مختلفة عن الأخرى، وبالتالي تختلف قيمة الأرباح التي نحصل عليها من الشركة التي نتعامل معها. مصدر معنا كامل صدى البلد المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تفاصيل استقالة وزيرة إثيوبية بسبب جرائم أبي أحمد في تجري. أعلنت وزيرة شؤون المرأة في إثيوبيا، وهي أول مسؤولة فيدرالية، اعترفت بوقوع عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تجري استقالتها أمس الاثنين في بيان دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. قالت الوزيرة فلسان عبد الله أحمد في بيان: أي موقف يمس أخلاقياتي يتعارض مع إقناعاتي وقيمي
وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسي وتجاه مواطنينا. وتابعت لأسباب شخصية تشكل عبئا ثقيلا على ضميري، أقدم مع الأسف استقالات التي تدخل حيز التنفيذ فورا. ومنذ نوفمبر الماضي تشهد منطقة تيجري شمال إثيوبيا حربا عنيفة، منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى تيجري لمحاربة السلطات المحلية المتمثلة في جبهة تحرير شعب تيجري. وبررت الحكومة الإثيوبية الخطوة بأنها تأتي ردا على هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيجري على معسكرات للجيش الإثيوبي. في فبراير الماضي اعترفت فلسان بوقوع عمليات اغتصاب بلا شك خلال الحرب في تيجري، وشكلت فرقة عمل للتحقيق في هذه المسألة. وقالت الوزيرة المستقيلة لوكالة فرانس بريس شهر الماضي إن فرقة العمل المذكورة أرسلت تقريرا إلى المدعي العام في إثيوبيا، وأن الأمر متروك للسلطات القضائية لتحديد حجم هذه الجرائم ومن المسؤول عنها. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وهل ستتأثر مصر بقرار تركيا خفض الفائدة؟ ويتوقع الخبراء أن يصب قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 1% في صالح مصر التي تعد دولة منافسة لتركيا والأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في أدوات الدين. بينما يرى محللون آخرون أن قرار لا تأثير له على مصر لأنه لم يأتي بجديد في ظل حالة التدهور التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ فترة. وفي مفاجأة كبيرة، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي لتصل ل 18%، وهو ما يراه البعض استجابة لضغوط الرئيس التركي أردوغان رغم ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت ل 19.5% الشهر الماضي. وتراجعت الليرة بنسبة تصل ل 1.5% في وقت سابق، حيث تعد من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مصداقية البنك المركزي المكسورة حسب شبكة CNBC عربية. وانتقد المراقبون القرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي، مشيرين إلى أن القرار جاء عكس المتوقع وأدى إلى تدهور سعر العملة التركية. وقال نعمان خالد المحلل ومساعد مدير بنك استثمار أرقام كابيتال إن قرار البنك المركزي التركي يضاف إلى ضغوط تمارس من الرئاسة التركية على البنك المركزي هناك لأسباب سياسية. واتفق معه محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرمس، حيث قال لموقع مصراوي إن القرار رغم صدوره عكس التوقعات ولكنه ليس غريبا على البنك المركزي التركي في ظل تحكم الرئيس أردوغان في بقاء أو رحيل محافظي البنك حسب موقفهم من سعر الفائدة، وبالتالي القرار فيه مكون سياسي مهم جدا. مصدر معنا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. زي ما حضراتكم شايفين الاقتصاد التركي يتدهور بسبب التدخلات السياسية التي قام بها أردوغان في تغيير المحافظين للبنك المركزي التركي وتغيير سعر الفائدة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تفاصيل قيام مصر بالتعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة. توجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى ألمانيا برفقة مستشار الرئيس السيسي لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين لإتمام التعاقد على توريد 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن الوزيرة تبدأ زيارتها لألمانيا بتفقد متحف مرسيدس بنز للسيارات بمدينة شتوتغارت، ثم تعقد لقاء مع مجلس إدارة شركة مرسيدس لإتمام التعاقد على توريد 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان المصرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. وأضاف مجاهد أنه من المقرر أن تزور وزيرة الصحة مصنع شركة واس الألمانية للسيارات للوقوف على التجهيزات والتعديلات التي تجريها الشركة بالعيادات الطبية المتنقلة، وكذلك سيارات الإسعاف المتعاقد عليها مع شركة مرسيدس، حيث تقوم اللجنة الفنية المرافقة للوزيرة خلال الزيارة بمطابقة الشروط والمواصفات للسيارات واقتراح التعديلات فيما يخص أعمال الميكانيكا والتحول الإسعافي والكهربي وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية. ولفت مجاهد إلى أن زيارة وزيرة الصحة والسكان تتضمن أيضا عقد لقاء مع مسؤولي شركة سيمينز الألمانية بمصنع الشركة في مدينة إيرلانجن
في إطار التعاون المستمر مع الشركة لدعم القطاع الصحي بمصر في مختلف المجالات وخاصة مجال التكنولوجيا الطبية. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وأخير معنا، وعاجل تفاصيل قيام مصر باستلام 3 شهادات من موسوعة جينيس. سلم الرئيس التنفيذي لمكتب المنسق لموسوعة جينيس في مصر أحمد أبو بكر كل من شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقال مسؤول بالموسوعة خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس السيسي: حان الوقت لتسجيل محاولتكم الرسمية التي قام بها شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات وتلقينا الأدلة والبراهين لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون، وقام فريق متخصص من الخبراء بفحص الأدلة واتخاذ القرار. وبكل فخر أعلن أن محاولتكم الرسمية تكللت بالنجاح وحصولكم على 3 شهادات من موسوعة جينيس بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون. من جانبها قالت مسؤولة عن الموسوعة بالأصالة عن موسوعة جينيس أنه من دواعي سروري أن أمنحكم شهادات التسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بكل صدق، لقد أدهشتم الموسوعة، نحن مسرورين لأنكم أصبحتم جزءا من موسوعة جينيس. أتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات وتحطيم الأرقام العالمية في المستقبل. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أضخم محطة معالجة مياه في العالم، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر. ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه، حوالي 1.2 مليار دولار. وقال المتحدث في منشور في فيسبوك للتواصل الاجتماعي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه. وأضاف المسؤول أن الطاقة الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة. مصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا بكل فخر أن تستلم مصر 3 شهادات من موسوعة جينيس في تحطيم الأرقام القياسية وفي بناء أكبر محطة لتحلية مياه الصرف. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وقدمت لكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. كان معكم إسلام وأبانوب المسؤول أيضا خلف الشاشة للمونتاج. تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.